باقي طاب يومكم اليوم. غنتحدثوا على الكالسيوم، لان معظم الناس كيعاني من نقص ديال الكالسيوم. هذا ما كيعنيش على انه ما تياكلوش المسائل اللي ما فيهاش او لا اللي كتوفر على الكالسيوم. كل شيء المغذيات فيها واحد النسبه كتفوت من مغذيه الى اخرى في نسبه الكالسيوم، وكاينين المنتوجات العاليه في الكالسيوم، وكل شيء الناس كيتناولوا الاغذيه اللي فيها الكالسيوم، وانما الاجسام ديالهم اللي ما كتقدرش تصنع داك الكالسيوم اللي كانت كتصنع قبل في النمو، في مرحله النمو، او ما كيحصلش عندهم التمثيل الغذائي داخل الامعاء باش هذا التمثيل الغذائي يعطيهم نسبه الكالسيوم في العظام اللي كتكفيهم على تلك الاضرار اللي كيعانيو منها. لهذا احبائي، هذه المساله ديال العظام مشكله عالميه. الكالسيوم هو ذاك العنصر الاساسي لصحه الهيكل العظمي، والهيكل العظمي هو اللي كيهز الجسم ديال الانسان، هو رقم واحد، هو العمده، هو العميد الذي يرفع تلك اللحوم والشحوم وتجعل من الانسان شخصا يستطيع الحركة والعيش والحياة. المكون الأول المعدني في العظام والأسنان هو الكالسيوم، هو ضروري للمحافظة على صحة البشرة والشعر والأظافر. وفي هذه الحالة كيكون الكالسيوم له تأثير مشابه لفيتامين أ، ومن بعد غنتحدثوا على هذا الفيتامين أ، وسبق لنا الحديث عليه في بعض الفيديوهات السابقة. الكالسيوم هذا المعدن الأكثر وفرة في الجسم، لأن نسبة العظام هي أكثر وفرة في معظم الأجسام، وهي اللي كتحمل هذاك الجسم اللي كيكون جسد الإنسان، أو لا الهيكل العظمي اللي كيشكل نسبة كبيرة في الجسم ديال الإنسان. فإن الباقي يجري في الدم من الكالسيوم لينظم بشكل فعال تلك التقلصات الموجودة في العضلات، وكذلك إفراز كل أنواع الهرمونات في الجسم. فوائد هذا الكالسيوم عظيمة جمة، مفيد جدا لعمل فيتامين د. فيتامين د كلكم عارفين أنه فيتامين الشمس، وإنما الشمس كل شيء كيتعرض لها، ولكن كاين اللي كي الجسم ديالو كيصنع لا فيتامين د لانه قادر باش يصنعها، وكاين اللي ما كيقدرش يصنع هاد لا فيتامين د اللي هي مسؤوله على جميع انواع الامراض اللي كيتعرض لها الانسان، او لا على موت الانسان بصفه عامه. لهذا احبائي، هاد العمل ديال لا فيتامين د في تكاثر الخلايا وسلامات الأغشية الخلوية، فالتناول اليومي للكالسيوم يمكن حتى أن يخفف، يمكن من تخفف حدوث بعض السرطانات، خاصة إذا كان مرافقا للفيتامين د، لأن هذا الأخير يساعد على امتصاص الكالسيوم بصورة أفضل. من كيكون عندنا لفيتامين د من الشمس، الجسم ديالنا قادر باش يمتصه، يعني العظام ديالنا كيساعدهم لا فيتامين دي باش يمتصوا هاد يعني الكالسيوم. ولهذا سبق لينا قرينا في الاقسام التحضيريه اللي هي بريمير ملي كنا صغار، لوغاشيتيزم او داء الكساح اللي كيصيب الاطفال الصغار. لهذا هذاك داء الكساح ناتج ماشي على نقص الكالسيوم او لا على نقص لا فيتامين د، على تكوين ديال الجهاز ديال الطفل اللي ما كيقدرش يمتص لا الكالسيوم ولا لا فيتامين د، مع العلم انه كيرضع حليب الام حليب كامل ومفيد للعظام والاسنان والشعر. يقوم الكالسيوم بدعم جميع انواع الالتهابات الضروريه او القضاء عليها لابقاء تلك البشره صحيه، ويعزز ايضا المغذيات داخل أنسجة البشرة العميقة ويجعلها أكثر مرونة وقدرة
على الشفاء من القروح والجروح، يساعد أيضا بشكل أساسي على تشكيل وحفظ الأسنان والعظام والشعر، مهم لدقات القلب والأعصاب الناقلة للإحساسات، ومهم لتخثر الدم ونمو وعمل العضلات ومنع السرطانات. الكالسيوم مهم في عمل الأنزيمات مثل اللعاب الذي يساعد على هضم الطعام، مهم لتنظيم كل الأعمال التي يمر بها الجسد خلال 24 ساعة. يهدئ الكالسيوم الأعصاب، يسكن التشنجات التهيجات بتأثير وإطلاق ناقلات الأعصاب التي ينتجها المخ لنقل تلك الرسائل العصبية مثل النوم السيروتونين، لذلك يساعد على تسكين آلام الدورة الشهرية. وهو مهم بالنسبة للنساء لأنه يعمل على منع ترقق العظم وضعفها، يعني تكسر أو ضعف الكالسيوم في الجسم يعني تكسر وتلف العظام، وإنما يجعلها صحية وقوية. وبما أن النساء أكثر ميلا للإصابة بترقق العظام خاصة بعد انقطاع الطمث، وهن عادة مهددات بهذا المرض أكثر من الرجال، يغدو واضحا لنا لماذا تحتاج النساء إلى الكالسيوم أكثر من الرجال. ولمعرفة بعض الخبايا نتساءل لماذا يموت الرجال أكثر أو نسبة الرجال أكثر قبل النساء. فالدورة الشهرية تساهم في فقدان الحديد للنساء وهذا يجعلهم أطول عمرا، وتراكم الحديد لدى الرجال وهذا ينقص من عمرهم خاصة من يتناولون اللحوم أكثر الحمراء. والنساء يتعرضون لترقق العظام باعتبار الدورة الشهرية تفقدهم أكثر من الكالسيوم ويحتاجون إليه أو إلى جرعات إضافية منه أكثر من الرجال. إن صحة العظام مرتبطة أيضا بامتلاك نسبة عالية من هرمون الأستروجين هرمون النسائي، وبامتلاك مخزون جيد من الكالسيوم، لهذا النساء في سن اليأس يتعرضن إلى الكسور أكثر. وكذلك شريحة واسعة من المغذيات التي تضمن أو تتضمن فيتامين B6 ولا فيتامين C والدي وك وحمض الفوليك والمعادن التالية مثل البورون والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والسيليكون والزنك. على الرغم من أن الجسم يصنع فيتامين د وكاف، لا فيتامين د من الشمس وكاف يصنعه من البكتيريا المعوية فلورا انتستينال، فإنه لم يعرف بعدما إذا كانت هذه الكمية كافية لحماية ترقق العظام أم لا. لهذا المطلوب منا الكالسيوم وبعض المغذيات الأخرى يمكن أن تزيد بسبب عوامل جينية أو تغيرات استقلابية تحدث عند سن اليأس فتحصل تكسرات لدى معظم النساء، وقليل منهم نادر جدا لدى الذكور. وفي حالة النقص أظهرت الدراسات في التغذية الصحية أن نقص الكالسيوم له صلة واثقة بارتفاع الضغط، وله صلة بنسبة عالية من الصوديوم التي يأكل الملح بزاف، أو انخفاض البوتاسيوم يعني التعادل بين الين واليانغ، الصوديوم الملح والبوتاسيوم معدن يمتص الصوديوم، سيكون توازن يوجد في الموز وفي المنتوجات ذات اللون الأصفر. ويمكن أن يتعلق هذا النقص بسرطان الأمعاء لأنها هي التي تقوم بالتمثيل الغذائي، أو بخلل آخر أشد قساوة. ولقد ارتبط نقص
الكالسيوم عند النساء بمجموعة من العوارض ذكرناها، وإنما هناك البعض منهم يحدث له نقص قبل التخلي عن الطمث، أو قبل ذهاب الدورة الشهرية، أو قبل سن اليأس. وجد أن 80% من النساء في سن الإنجاب، وجد أيضا أن النظام الغذائي الفقير بالكالسيوم وفيتامين د مع أخذ كميات عالية من الفوسفور مثل اللحمة والكولا والمشروبات المعلبة تساهم في إصابات النساء بالسرطان وبهشاشة العظام، خاصة سرطان الثدي، بالإضافة إلى مشكل تشنج العضلات والإرهاق. لهذا أحبائي، علينا بإحداث توازن بين الرياضة وبين الغذاء لتحريك الدورة الدموية، وتعديل الغذاء بالمواد الطبيعية، وكذلك تناول الدهون الجيدة كزيت الزيتون الذي يساعد الجلد على الحصول على الفيتامين د الذي يكون ما بين 10 و1 زوالا الأشعة العمودية من الشمس. وإنما بصحة الأمعاء تحصل هذه الأمور، ولنحافظ على صحة الأمعاء كي نتأكد من وجود الكالسيوم في أجسامنا وباجتنابنا للتكسرات أو لهشاشة العظام. واختيار النوع الأفضل والأكثر امتصاصا لكي يعطي لجسمنا حاجته من المعادن أثناء الغذاء. والكالسيوم موجود في معظم الأغذية ومضاد الأغذية المضادة للحموضة، لأن الحموضة هي الأسوأ. الحموضة تقوم أو تعمل لها القدرة على الذوبان أو ذوبان الكالسيوم، ويؤدي هذا إلى تقليل نسبة الامتصاص أيضا. وهناك إذا كان هناك الجسم يتوفر على فيتامين د، فهي تساعده على امتصاص الكالسيوم. حبائي، الكلام في هذا الباب طويل، وعلينا التعقل والعودة إلى غذاء الأجداد. لهذا هيأت لكم بعض المخبوزات الغنية بالكالسيوم. إذا طحنت شوية ديال الكاوكاو اللي مقلي كي كتشوفوا، وطحنت شوية ديال اللوز، وشوية ديال السمسم اللي هو الجنجلان، وشوية ديال القرقاع، وأضفت البيض البلدي إلى العجين، والسمن البلدي اللي هي الزبدة البلدية، وشكلت هذه العجينة منها مخبوزات تشبه القرص اللي كنسميه حنا في المغرب القرص، وهو يساعدنا على الحصول على هذه المواد جملة، ولكن بشرط إذا كانت أمعاؤنا سليمة وقابلة للامتصاص. إذا غنحاولوا دابا نقرصوا هاد الخبز. إذا أنا استعملت طحين ديال الزرع، غربلته مزيان رقيق، واستخرجت منه الدقيق الناعم ديال القمح الصلب، وبه خدمت. إذا غنحاول نبقى ندهن يدي بالزيت.
نديروهم كريسات او خبيزات او كيف ما حبيتو نتوما، كل واحد يدير داكشي اللي كيليق ليه. اذا انا غنديرهم على شكل كريسات، وممكن نديرو لهم ندوزو عليهم الدلاك ونعمروهم بشي حاجه الا احتاجينا. وانما انا ارتأيت هاد الطريقه، وانتوما تختاروا الطريقه ديالكم. اللي مهم هو العجين. اذا العجين يكون فيه مواد من القمح غني بالكالسيوم، وكذلك يكون فيه مواد ديال السمسم الغومازيو اللي هي ملح السمسم، والسمسم ايضا. اذا عندي هنا 2 كيلو ديال الطحين، 2 كيلو ديال الطحين كندير 250 غرام ديال كل حاجه، ديال السمسم، ديال كاوكاو مقلي والسمسم حتى هو مقلي، ديال اللوز مقلي والكركاع غير مسخن لانه غني بالدهون ما خصوش يتحرق هو واللوز. ثم ملح الكومازيو، كنديروا الملح على قدر الامكان، كل واحد كيدير اللي بغى. ثم كنديروا 250 غرام ديال العسل، ما كنديروش السكر، وكنديروا 250 غرام ديال الزبده البلديه. وهذا خبز الفطور الصباحي، كنهيئو كل صباح للفطور لغناه بالكالسيوم. اذا احبائي غنخليكم الان تفكروا في هذه المعلومات اللي قلت لكم، وكنتمنى تقوموا بهذه المسائل اللي كنوصل لكم. هذه دروس كنحاول نترجمها لكم. كنتمنى ندخل لكم الصحه الغذائيه للمنازل ديالكم، وكنحاول باش نطلب منكم المشاركه باش تعمل فائده وتوصل، يعني المعلومات توصل لكل واحد بجميع أرجاء المعمورة. مع تحياتي وسلامي لكل شعوب الأرض التي ترسل إلي القلوب والقبلات، ولكم أزكى السلام، والسلام عليكم.